على الرغم من أن إلغاءه كان من أبرز مطالب ثورة تشرين، يعود قانون الانتخابات في العراق وفق ما يعرف بنظام سانت ليغو إلى الواجهة مجدداً، ليعيد البلاد إلى مواجهات وأبواب مشرعة على كافة الاحتمالات، قد لا تكون التظاهرات الحاشدة آخرها. هو مشروع قانون تقول مصادر برلمانية إنه أقر في اجتماع داخل الإطار التنسيقي قبل أن يخرج بصيغته الحالية، صيغة يقول الصدريون إنها تعيد البلاد إلى نظام الدائرة الواحدة في كل محافظة وفق آلية سانت ليغو في احتساب الأصوات وتوزيعها على المرشحين بالقوائم الانتخابية، وليس وفقا لمفهوم الفائز من يحصل على أعلى عدد من الأصوات. عدة نواب عن القوى المدنية أكدوا رفضهم لمشروع القانون الذي يكرس نفوذ الأحزاب المتحكمة بالعراق ويعمل على إزاحة أي منافس لها من المستقلين والقوى السياسية الناشئة، مشيرين إلى أن التظاهرات ضد قانون الانتخابات المراد تمريره ستتوسع في حال الإصرار على المضي بهذا القانون الذي يسعى لتكريس نفوذ السلطة الحالية. سعي الإطار التنسيقي المدعوم إيرانياً لتمرير قانون الانتخابات وفق النظام القديم سانت ليغو بدائرة انتخابية واحدة لكل محافظة وإلغاء الدوائر المتعددة سيكون بمثابة فرصة للتيار الصدري ليعود مجدداً إلى المشهد السياسي من خلال رفض هذا التشريع بحسب ما يراه مراقبون. تشريع إذا ما أقر سيعيد الصراع السياسي في العراق إلى الشارع مجدداً عبر تظاهر شريحة واسعة من فئات المجتمع العراقي وعلى رأسها ثوار تشرين، وإذا ما تم تمرير مشروع القانون الجديد ستكون المشاركة في الانتخابات المقبلة متدنية كحال سابقاتها، وقد تعيد البلاد إلى مشهد الانسداد السياسي الذي لم تخرج منه سوى قبل أشهر قليلة.